حنا هنا باش نطوروا واحد نتكلموا على واحد لوفر مغربيه 100% ايبرجيه في المغرب. الهدف منها هو ضمن الحمايه للشركات الخاصه والوطنيه، والهدف كذلك منها هو ان نحاولوا نقللوا واحد الضرر كبير اللي هو القله ديال الاطر في الامن السيبراني. واللوفر ديالنا اللي اوتوماتيزي 100%، والهدف كي قلت منها هو نحاولوا نساهموا في هذا لا سوفرينتي ناسيونال فيما يخص لا ترانسفورماسيون ديجيتال، وهاد الظواهر الجديده اللي ولينا كنشاهدوها في البلاد ديالنا، توسكي تيلي ترافاي والاشتغال عن بعد والمواقع الالكترونيه اللي ولات بكثره واللي ولات زعما من الاساسيات في اساسيات العيش في المجتمع المغربي. والهدف كي قلت لك مره اخرى هو نساهموا في لا سوفرينتي ناسيونال في ميدان الامن السيبراني. القاطره ديال الرقمنه غاديه بواحد السرعه فائقه، وكتحل واحد المجال لواحد الفئه جديده من لي كريمينال اللي هما كيشتغلوا على النت وعلى الانترنت. حنايا وكنتمناو الجميع يكون واعي بهذا الخطر الجديد اللي كيواكب الرقمنه، والهدف منا هو حنا نعطيو واحد الدفعه لهذا الميدان هذا ديال الامن السيبراني، ونجيو بواحد المنتوج مغربي اللي غادي يحفز ليكو سيستيم كله باش يكون واعي بالاخطار ديال الرقمنه ويتخذ الاجراءات اللازمه باش العمل ولا الاقتصاد يستمر بدون ما يعني يكون متاثر بهاد الهاكرز وهاد المخاطر ديال الرقمنه. الحضور ديالنا اليوم هو من اجل النشر وكذلك تحسيس على واحد الحل، لان سوليسيون يعني حل في ميدان الامن السيبرياني، قدرنا لتعزيز السياده ديال الشركات ديالنا في المغرب، شركات حره ولا مؤسسات عموميه، والهدف ديالو هو يعني كيفاش نقدروا نديروا حل من اجل الدفاع وكذلك تامين السيبرياني ديال هاد التكنولوجيا ديال هاد الشركات، وهذا ذلك من اجل كما قلنا تعزيز السياده، ابتكارات جديده اللي كيمشيو كيواكبوا الحدث الان بعد الكوفيد من بعد تيلي ترافاي. يعني عشنا واحد موسمين اللي كثروا فيهم يعني الهجمات السيبريانيه، شفنا الان ايضا مع الحرب اللي كاينه في اوكرانيا، وكنشوفوا بان كاين واحد اللي كيتسمى الحرب ابغيد، يعني الحرب الهجينه اللي كتجمع بين الحرب يعني بالاسلحه اللي كنعرفوها دائما بالصواريخ والمدافع والطائرات اكسترا، وكذلك الان عندنا هجمات يعني بالامن، هجمات سيبريانيه اللي كيضروا بالانفراستركتور يعني بالتكنولوجيا المعلومات ديال الشركات الكبار، والدول الان اللي عندهم تكنولوجيا متطوره يعني كيخدموا بطريقه تكنولوجيا، يعني جميع مؤسسات كيكونوا يعني في الصحه، في ميدان الصحه، في ميدان الدفاع، في ميدان المالي، في ميدان التجهيز، هادشي كله كيخدم بالتكنولوجيا الحديثه. والان اللي بغينا ندافعوا على هاد الشركات خصنا كما قلنا خصها تكون عندنا اولا حلول اللي كتعزز السياده ديال هاد الدوله. كنشوفوا الان سكي سباس في اوكرانيا ولا اوروبا اللي خايفين من الهجمات من جهه اخرى اللي هي روسيا، وحنا في المغرب الان جينا باش نعطيو حلول لتعزيز السياده بابتكارات جديده. دونك القراصنه ولا نقولوا لهم لي بيغات ولا لي هاكر غادي يكونوا دائما مع عمرهم غادي يساليو، لانهم حتى هما كيلعبوا الدور ديالهم الهجومي باش يهجموا ياخذوا معلومات ولا باش يحطموا واحد التكنولوجيا اللي كاينه في واحد البلاد ولا واحد الجهاز اللي كاين في هذه البلاد التكنولوجيا الحديثه. وحنا الان لجبنا الحلول
الهدف ديالنا هو الكشف. يعني احنا دابا هذا الحل هذا في ميدان الدفاع، يعني الدفاع الامني السيبرياني، والهدف ديالو هو الكشف عن التهديدات والكشف عن الهجمات، وكذلك كيفاش نقدروا نديروا واحد اجوبه تلقائيه بطريقه اوتوماتيكيه باش نحبسوا الهجمات.